هي الأغاني القديمة لما بنعيد تقديمها بأداء جديد بيبقى لها طعم جميل، وبتعيد إحياء طبعا الطعم القديم. كتير مننا بيقول هو القديم أحلى، بس الحقيقة أنه الأداء بروح جديدة أيضا بيكون له جماله وحلاوته، وده اللي بنشوفه في كثير من الأغنيات. حياتنا كتير فيها زي ما فيها حاجات لطيفة بنتابعها، لكن الحقيقة بنمر بمراحل كثيرة للضغط النفسي، لتوتر الناس. ساعات بنقول الناس بقت عصبية في الشارع، ناس عصبية في البيت، ناس بتتعامل بشكل مش لطيف مع بعض. أسوأ ما فينا ساعات بيطلع وأحلى ما فينا ساعات بيطلع. اللي بيخلي ده يحصل ده هو اللي هنناقشه في هذه الفقرة الآن مع الأستاذة نانسي صميدة، هي مرشد طب نفسي. أنا بحضرتك، أهلا بيك يا صباح الخير. صباح النور، شكرا على الاستضافة. أشكرك، إحنا متشكرين إنك جيتي. خليني أسألك سؤال، هو ليه أحيانا ممكن حد يعامل حد بشكل ما ويبقى رد فعله مبالغ فيه؟ يعني أقول ده عنده توتر، وليه ساعات إحنا شخصيا يعني ممكن أكون شخص لطيف وفجأة أتعرض لنوع من أنواع الضغوط، أثور ثورة عارمة، يحصل انفجار. يحصل انفجار، ده معناه ان كان في كبت قبل الانفجار. اكيد بالظبط كده. هو ده بيحصل بقى، هو البركان لما بينفجر بيكون فيه غليان من جوه، فعشان كده بوم. بالظبط كده. فهي الضغوط الحياتيه بصفه عامه شر لابد منه، زي ما بنقول يعني احنا لازم نتقبل ان الضغوط الحياتيه دي موجوده. الضغوط الحياتيه اذا لم تعامل بطريقه راقيه وبطريقه فيها وعي ذاتي وبطريقه فيها تقبل لطريقة التعامل مع الضغط الحياتي، بيحصل تراكمات نفسية، والضغط اليومي الحياتي بيولد ضغط نفسي عصبي. فإذا الضغط العصبي في حد ذاته أو الضغط النفسي ما بيتولدش من يوم وليلة. بس ده شيء طبيعي مش كده؟ ما هو شيء طبيعي أن يكون عندنا ضغوط حياتية، بس اللي مش طبيعي أن احنا نتعامل معها بشكل خاطئ. لانه زي ما حضرتك تفضلت، في شخص ممكن تلاقيه عنده اريحيه، ومهما يحصل عنده ضغط توتر اتاخرنا مش تلاقيه بيقدر يتعامل باريحيه مع الموقف، وفي شخص تاني مجرد اي حاجه بسيطه تلاقيه اتوتر او زي عود الكبريت. زي عود الكبريت. وبتلاقي علشان كده الاسر ما بينها وما بين بعضها او الاباء والابناء في دايما حاله من التوتر وحاله من النفور وحاله من الشخط. فعلشان كده الاشخاص دي ضغوطهم الحياتية اليومية اللي هي شيء طبيعي جدا معرفوش يتعاملوا معاها بشكل فيه وعي ذاتي اللي ان شاء الله نقول عليه دلوقتي، فعشان كده عمل عندهم كبت رهيب وتراكمات نفسية وبلع نفسي. فتيجي على أقل حاجة ما بين اتنين تلاقي حصل انفجار اللي انت قلت عليه. طيب خلينا بقى ننزل لأرض الواقع تماما ونتكلم على ده. أنا بتعرض في شغلي في الشارع في الراجل اللي بيسوق قدامي لضغط نفسي وبتضايق وبحاول ان انا لا انفجر، بس انا بشيل جوايا. مظبوط. جميل. الناس اللي قاعده في البيت هم كمان بيتعرضوا لضغط نفسي من الضغوط الحياتيه، ساعات من الزهق، ساعات من يعني من اي شيء في الدنيا. فالطرف الاخر اللي بتعامل معاه ايا ما كان الطرف ده، نوعيه العلاقه، ولادي، مراتي، اختي، امي، يعني عندهم مشكله ما في ضغط نفسي برضه. حينما يلتقي الضغطان نعمل ايه بقى؟ الاساس في حدوث الضغوط النفسيه ان انا اساليب التفكير الخاطئ. يعني زي ما انت تفضلت كده، انت راكب دلوقتي تاكسي واتنرفزت لان الشخص اللي بيسوق معرفش الطريق. لا لا، انا راكب العربيه واللي قصادي هو اللي كسر عليا. بالظبط كده. خلينا نتفق. بالظبط كده. عشان كده قلت طريقه التعامل مع الضغط ومع الموقف الحياتي مهم جدا. في ناس ممكن تتعامل مع الموضوع ده بطريقه التفكير الكارثي اللي احنا بنقول عليه. يعني ايه تفكير كارثي؟ يعني اليوم ده ان شاء الله مش هيعدي. خلاص، طالما ان انت قلت كده لمجرد حاجه بسيطه انت حطيت بتاعك في المايند سيت، حطيت فيه ان الطريق ده مش النهارده مش هيعدي، او النهارده يوم باين من اوله، او انا كده كده عارف ان انا هتاخر. فطريقه التعامل مع الضغط في اللحظه دي هو اللي بيأثر على بقيه اليوم. في ناس ممكن تقول قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله ان ده حصل لانه ممكن كان زاح عني حاجه حادثه اكبر ممكن تحصل بعد كده. الام اللي ابنها ما جابش الدرجه النهائيه في الامتحان. الطريقه الثانيه في الاسلوب الخاطئ في التفكير طريقه الكل او لا شيء. دي من احد اسباب الضغط النفسي، الكل او لا شيء. لو ما جبتش الدرجه النهائيه في كل المواد تبقى انت فاشل. بس حضرتك معلش حضرتك بتهونيها. لا، لو هو جاب 60% لا وحش.
ما انا يعني طيب ايه الاختيار الاخر؟ يعني ايه الاوبشنز اللي موجوده مطروحه على الساحه؟ طب هو جاب 60% هنعمل ايه؟ هنموت؟ ما يمكن ال 60% دي هو جابها بس هو عنده موهبه في شيء اخر، او هو يقدر يحسن ويجيب السنه الجايه 80%، او ممكن ال 60% دي يخش بيها اي معهد او اي كليه ولكن يعمل دراسه تكميليه في حاجه، او يكون في حاجه فيها الشغف بتاعه ويبقى انجح يعني. ما هو انا اخويا او اختي ابنها جاب 95%، فلا فرق 35 ده في بني ادم في النص يعني. اوكي لا وبتاع الميكروباص اللي قدامي اللي يعني كان ممكن لا هو طمعان في الحته دي وقف الشارع فهو مخطئ يعني. برضو ان انا ابسط الامور لدرجه انها تبقى خارج الواقع. طيب ايه البديل؟ ممكن البعض ما يتقبلهاش. البديل لو انزل اضربه. اوكي البديل، ما احنا في العلاج المعرفي السلوكي دايما بنقول ايه؟ خش مع نفسك في حوار جدلي. البديل لو انا ضربت نزلت ضربت سواء الميكروباص، حل الموضوع وصلت شغلك في ميعادك؟ بس هقول لا في ناس بتقول لك انا هفش غلي زي ما اللبناني كده هفش خلقي. اوكي فهو انا ارتحت لما اعمل مشكله معاه. دايما نفكر في النتائج، دايما نفكر في النتائج المترتبه على الفعل او الحدث او الشيء اللي انا هعمله. قدامك طريقين، اما ان انا اخد الموضوع بطريقه زي ما قلت مش كارثيه او ما فيهاش التهويل ان النهارده كذا او ان انا هعمل كذا او ليه عملت كذا، اما ان انا اخدها بالطريقه دي وبالتالي افراز الادرينالين والكورتيزول في جسمك هيقل، او هفضل قاعده في الافراز بتاع الادرينالين والكورتيزول وهنزل اضربه وهعمل مشكله وبرده في النهايه ما وصلتش لهدفي. لكن في الطريق الاول انا نزلت مستويات الضغط العصبي عندي وكملت طريقي. فدايما نفكر بس ايه الفرق بين ده وبين السلبيه يا دكتور؟ عفوا لانه ساعات ما هو ده حد بيختار يؤثر السلامه حتى لو بقى سلبي تماما في حياته. لا ما هو التفكير السلبي برضه تفكير خاطئ، لانه التفكير السلبي نمط من انماط التفكير اللي بتخلينا ان احنا نحطنا في حاله من السلبيه بتأثر على التفكير الوجداني او الاحساس الوجداني، الحاله الوجدانيه بتاعتك والحاله الشخصيه بتاعتك والحاله الاجتماعيه، كل حاجه يعني بدايه التفكير السلبي يؤثر على خمس ست يعني انواع من الحالات، لانه التفكير الحاله الوجدانيه بتاعتك هتبقى ايه لو انت فكرت تفكير سلبي انه ليه الشخص ده كسر عليا زي ما حضرتك قلت؟ هتحطك في حاله وجدانيه، يعني ايه حاله وجدانيه؟ حاله فيها غضب، ايه الدنيا زحمه وكده كده الدنيا مش عارفه ايه، ويعني هو اشمعنى يعني جت على دي؟ ما هو امبارح حصل حصل حصل، بتخلي فيه حلزونه التفكير السلبي. فهو ده برضو احد انماط التفكير اللي تؤدي الى الضغط العصبي، ان انا ما احولش التفكير او الاحساس بالسلبيه في اللحظه دي ما احولهاش لتفكير ايجابي واستقرا المعنى ورا الحاجه اللي حصلت لي دي. زي ما قلت لحضرتك، زي ان ابني ما يعملش كل التمارين باسلوب يعني يرضي. بس اذا كان عندي اعتقاد او ايمان ومش مجرد امل، يعني مش مجرد حاجه انا عايزها منه، لا هو عنده احسن من كده كتير بس ما عملوش، هو كان بيلعب كان كسول، وارد انه يكون غلطان بالمناسبه صحيح. لا انا مش هقبل ده، انا عايز اصلحه. اعمل ايه؟ عايز اصلحه، يبقى انا لازم يكون في حوار مع الشخص اللي انا عايز اصلح معاه الحاجه دي، لانه خلي بال حضرتك برضو ان احنا بناخد الحاجه وبنطبقها على اولادنا. يعني اذا سالتني عن اسباب الضغط العصبي هقول لك ان هي اسباب بيئيه ومجتمعيه ودي ما نقدرش نغيرها، وهي ان سرعه العصر وسرعه تواصل المعلومات، وان دايما المؤسسات بتقيم الشخص بحسب ادائه السريع وجودته، ودي حاجه طبعا طبيعيه مش هنقدر نغيرها في كل انحاء العالم. فاصبح ان احنا الريتم بتاعنا سريع زي البيئه المحيطه بينا، وبنفسر ده برضو على بيوتنا، فعايزين الواحد يتصرف بسرعه، عايزه جوزي بسرعه يكون في اللحظه دي بسرعه فاتضايق ان هو بيتصرف ببطء وياخد قرارات ببطء، عايزه اولادي يعملوا ايه، فاصبح انا كمان دخلت في المنظومه اللي انا بعاني منها بره، اصبحت بطبقها برضو على اولادي ان انا الريتم بتاعي سريع سريع. فدايما بتوقع ان الاخرين يصدروا لي افضل النتائج واسرع النتائج، لكن ما بحطش نفسي في البروسيس بتاع اوكي علشان يحصل الحاجه دي اللي مطلوب مني. ما انا ممكن يكون مطلوب مني تهيئه جو هادي للشخص ده لابني ده، تهيئه الجو اللي بنقول عليه انه ما يكونش فيه التعميم ان انت كل الولاد اللي في الثانويه العامه بيجيبوا 90% الا ابني. التعميم ان كل الناس عارفه تمشي حياتها ما عدا انا، كل ان انا اكون عندي التفكير التعميمي ان كل حاجه بتحصل في الدنيا ما عدا انا اللي فاشل فيها. فطريقه التفكير
في الأسرة وبرضو تعاملي مع الأفراد بره في مجال عملي ومع المجتمع هي اللي بتخلي الإنسان عنده ضغط عصبي وبينفجر في أي لحظة، أو بيحول التفكير السلبي اللي حضرتك أشرت ليه إلى تفكير إيجابي، بيستقرئ المعنى وبيبص للنتيجة. نبص دايما للنتيجة من تصرفي، ما تبصش للفعل في اللحظة دي، بص للنتيجة اللي هتترتب على التصرف ده. طيب مش كل الناس استجابتها للمؤثرات زي بعض، مش كل الناس توتراتها زي بعض، ولا طريقة التعبير عن التوتر زي بعض. أنماط الشخصيات الموجودة وكل نوع أفضل طريقة إنه يتخلص من التوتر والضغوط في حياته إزاي؟ هقول لحضرتك على روشيتا اللي الشخص اللي بيقدر يتغلب على الضغط العصبي بيعمل إيه في العموم. يعني أول حاجة بنسميها تنظيم الذات، تنظيم الذات مش التنظيم الذات، تنظيم الذات يعني أنا أنظم نفسي. بمعنى ايه؟ اول حاجه تنظيم اليقظه والنوم. ما ينفعش ان انا اخش انام الساعه 3 واصحى الساعه 7 واتوقع ان انا يعني هقبلي بلاء حسن ويكون ده رتم الحياه بتاعي، ان انا يعني هكون كده مصحصح وزي الفل. فاذا تنظيم اليقظه والنوم، تنظيم الاكل والمنبهات والاكل واحنا واقفين والاكل البارد والجنك فود، ما هي كل دي بتاثر على الحاله الجسديه والحاله النفسيه للشخص، ان ما يكونش عندي مواعيد اكل منتظمه. تنظيم الادوار، ما هو انا ام وزوجه وبنت وعامله فلازم اعرف كل دور انا بعمله ايه. ما ينفعش دور يطغى على دور، فابقى عارفه ادواري ايه اللي انا بعملها. وكمان حاجه بنسميها تنظيم التخطيط، يعني اكون مقتنعه ان انا مش لازم كل حاجه تكون 1000%، يعني مش لازم اكون البرفورمانس بتاعي والاداء بتاعي في كل حاجه تبقى 1000%، او مش لازم ان انا كل حاجه اعملها تطغى على الحاجه الثانيه. فيكون عندي تنظيم في الادوار. والحاجه الاخيره ان انا اعمل بيسموها ديليجيشن، يعني تفويض. في بعض الاعمال مش لازم اعملها بنفسي، مش لازم اعملها بنفسي، بس دي دايما احنا الستات دايما نفكر بالحته دي، ان هو مثلا الست لازم تعمل كل حاجه وهي ما تعجبهاش العمايل بتاعه ولادها او جوزها. لا، لازم اعمل تفويض في الاداء بتاعي في المهام بتاعي، حتى لو مش 100%، حتى لو مش 100%، بس انا ما ينفعش، ما هو ده برضو التفكير السلبي، ما ينفعش اقول لا ده انا مش قادر اعمل اي حاجه. طيب ومش ما عنديش الاوبشن ان انا ادي المهام دي لحد تاني يأديها لي، فانا لازم اخلي تنظيم في التخطيط، ان انا ممكن اعمل ادي لحد يعني تاسكس يعملها او مهام يعملها، علشان انا اخفف من يعني فكرتي ان انا لازم اعمل كل الادوار بتاعتي على ما يرام وعلى يعني اكمل وجه. ما فيش حد يقدر يعمل كل حاجه على اكمل وجه في وقت واحد. كلنا عندنا حالات من عدم الرضا عن نفسنا وعن الاخرين، وفي نسب مقبوله وفي نسب غير مقبوله. متى احتاج الى ان اتوجه الى طبيب في العياده او الى اخصائي نفسي او الى يعني مرشد نفسي؟ ومتى يعني اكتفي بان انا اتفرج على حضرتك في التلفزيون؟ هقول لحضرتك ده سؤال جميل، لان احنا دايما او ناس بتخلط ما بين الضغط النفسي العادي والمشاكل. اول ما يتحول الضغط النفسي الى مشكله اتوجه لمرشد او اخصائي. فايه الفرق ما بين الضغط النفسي والمشكله؟ الضغط النفسي او الحياتي زي ما قلت لحضرتك بيحصل يوميا ولازم يحصل، لكن اول ما الضغط ده يعقني عن حياتي اداء مهامي اليوميه واصبحت ان انا جوه التفكير ده مش قادر اخرج منه، ببص للعالم من منظور تاني، واصبحت حاسس ان انا فاشل وبطمح دايما للمثاليه وعايز كل حاجه اعملها صح، وحاسس ان انا وصلت لمرحله الاحتراق النفسي البيرن اوت اللي هي الليفل اللي قبل الاكتئاب. اول ما احس ان انا بدات ان انا احس بالعجز واحس ان انا مش قادر واحس ان انا فاشل واحس ان انا العالم ده كله يعني مش بيتامر حولي، وحاسس ان انا في حاجه مش عارف اظبط فيها نفسي، يعني اصبح الضغط النفسي يعقني عن اداء مهامي الحياتيه، لازم اطلب الاستشاره او اطلب المساعده. فلازم نفرق بين الضغط العادي كلنا بنمر بيه، هل هو بدا يعقني عن مهامي اليوميه اصبح مشكله؟ في الحاله دي لازم ندق جرس الانذار ونقول محتاجين نتكلم مع بعض. طيب عندنا نوع من الشخصيات بيعوزوا كل حاجه كويسه قوي، ومش بس يعني بيجلدوا ذاتهم ويحسوا ان هم عندهم مشاكل، لا بيشوفوا ان الاخرين مقصرين، وبالتالي انا مش عارف اتعايش مع الاخرين. الناس اللي عايزه كل حاجه بيرفكت او ممتازه قوي نعمل ايه معاها؟
لا دول مش بيتعبوا نفسهم بس، هما بيتعبوا الاخر، لان التوقعات بتاعتهم بتبقى عاليه عن نفسهم. وزي ما قلت لحضرتك ده التفكير التعميمي اللي هو الكل او لا شيء، لو ما عملتش كل الحاجات دي يبقى انا انسان كذا، وبرده لو انت ما عملتش كل الحاجات دي يبقى انت انسان كذا. فتعميم او فرض ان انا مفروض اعمل حاجه معينه في وقت معين، قد يكون الوقت ده قصير، ده بيسبب ضغط نفسي عليا ويسبب ضغط نفسي الاخر، فتلاقيك متوتر في وجوده، حتى لو هو يعني بتحاول ان انت تبقى في كيمياء بينكم، بس انت متوتر ليه؟ لانك انت اول حاجه خايف تعمل غلط، خايف تعمل حاجه ما تعجبوش، عارف ان مهما عملت الحاجه دي مش هتعجبه. عامله زي الشخص اللي بيزعل بسرعه او بيهدد اللي حواليه بانه ياخد موقف او يبقى يعني اي حاجه بتزعله. الناس يعني بتقلق من برضو التعامل الشخص الحساس. بالظبط الاشخاص الحساسه غير الشخص الحساس، بيبقى دايما يعني حساس من اي كلمه بتتقال، لكن الشخص اللي توقعاته بتبقى زايده عن المعتاد زي ما تفضلت، يعني بيخلي الاخرين دايما ماشيين على قشر بيض، ليه؟ خايفين يعملوا حاجه ما تعجبوش، او خايفين او عارفين ان هم لو عملوا حاجه معينه مش هتعجبه. ليه؟ لان هو دايما يطمح الى الكمال ويطمح الى المثاليه، وما فيش اي حاجه بتعجبه. ليه؟ لانه اصلا ما بيعجبش نفسه. فاذا البدايه بتبتدي من الشخص، من انسايد اوتسايد. انا لو مش معجبه دايما بكل حاجه بعملها، ودايما اشكك في نفسي وشكك في حالي واجلد ذاتي زي ما قلت، واحسس ان انا دايما يعني ايه اي حاجه بعملها عادي جدا، يعني ما كل الناس بتعمل كده. طالما ان انا فكرت عن نفسي بالطريقه دي، تاكد ان تعاملي مع الاخر هيكون في نفس الاتيتيود او نفس الدخله بتاعت انه ابخس الناس حقها، ابخس اولادي اللي عملوا كذا كذا، ما اكون دايما شايفه ان هم في حاجه اثروا فيها. يمكن مع اولادنا دايما بنطلب الكمال او بنطلب الافضل دايما، عشان حرصا على مصلحتهم مش جلدا ليهم. يعني لا نتوقف لحظه كده ونقول هو انا كامل؟ هو حد كامل؟ اكيد لا. انا مش عايز ولادي احسن مني. عايز ولادك احسن منك، ان هم يكونوا متوازنين نفسيا، افضل ليهم ان هم يكونوا اعلى الدرجات. يعني قولي عن اي حد كده جاب اعلى الدرجات، وصل لاعلى مناصب بس متوتر نفسيا وحاسس ان هو مش كفايه وحاسس انه دايما مقصر، تفتكر الشخص ده هيكون ناجح في حياته على المدى البعيد ولا هيكون مصيره عندنا عند الاخصائيين النفسيين والمعالجين؟ ما انت برضه لازم تكسبوا يعني لازم الناس تجي لكم. طيب خلينا اسال حضرتك عن حاجه، ازاي بنقدر نتخلص من الضغوط من خلال ان انا احكي دايما المشاركه مع حد؟ يعني احنا فكرتنا عن الطبيب النفسي او الاخصائي النفسي ان انا بروح له وبمدد على الشازلونج وبقول له كلام، ده اللي بيطلع في الافلام. بس هي الحقيقه مش كده. الحقيقه ان انا اتحدث عن الكلام مع شخص زي ما يسموه كده الفضفضه، ساعات بتيجي بنتائج كارثيه. اقول لبعض الناس حاجه فيعني الكلام يوصل حتى بصوره غلط كمان. صحيح. طب صحيح الموضوع ده حلو ايه؟ ده نقطه مهمه، لانه اولا موضوع الشازلونج ده فقط في التحليل النفسي، ده ما بنستخدموش في كل حاجه، بنستخدمه في التحليل النفسي. ان الواحد يبدد والمعالج يقعد على الناحيه الثانيه. موضوع الفضفضه ده لازم اخد بالي منه. ما انا ممكن اخش على الفيسبوك فضفض ان انا حصل لي كذا وكذا وكذا، والاقي كم هائل من الطاقه السلبيه وصلت لي، ومن الشخط ومن السخط ومن ومن، اطلع بعد ما فضفضت، هي الهدف منه كان فضفضه، بس طلعت بطاقه سلبيه. الفرق ما بين الشخص المختص والشخص العادي اللي انا بفضفض معاه، ان الشخص المختص بيسمعك بصوره حياديه، ما بيعملش جادجمنت، ما بيعملش اي احكام، لا يصدر اي احكام، ما بيقولكش انت فشلت عشان عملت كده، بيسمعك بصوره حياديه وبيوجه يعني وجهه نظرك او بيوجه نظرتك للمشكله بشكل تاني خالص. الحاله الثانيه لما انا بفضفض مع اي حد مش مختص زي ما قلت كده، ممكن تجيب نتائج كارثيه، ان انا اقول لها احمدي ربنا ان انت عندك كذا كذا، ابنك جاب 95، ده انا جبني جاب 94 و99 و99، اللي هو ان انا اخد الشخص، تجربه الشخص اللي قصادي، وابخس منها واعلي عليها، عارف حضرتك نظام التعليه في الكلام، فاحس ان انا ما حدش فهمني، ما حدش سمعني، او ان انا اسمع الشخص واتناقل الخبر ده لشخص لشخص، فاحس ان انا يعني امور مشاكلي مكشوفه، او ان انا ازود من عليه الاعباء، ان انا اقول له ان انت فاشل، ما انت يعني كنت نجحت في ايه علشان تنجح في دي؟ ما هو معلش برضو عايز اقول لك على حاجه، انت اصلك انت بتفكر غلط. فانا بدل ما اكون محتاجه حد ان هو يقول لي افكر ازاي، لقيت حد بيقول انت بتفكري غلط،
فخلاص فثبت عندي الباترن او النمط السلوكي بتاعي ان انا بفكر غلط. فلاجي لما اقابل مشكله تانية افتكر الكلمه اللي اتقالت لي وانا بفكر غلط وبتصرف غلط، خلاص يحصل عندي البلاك اوت ان انا مبقاش عارفه ان انا اتصرف في اي موقف تاني. فلابد من الحديث مع شخص متخصص اذا انا حاسه ان انا مش هقدر اعامل مشكله معينه علشان يكلمني بحياديه دون اصدار احكام. حقيقه انه الصحه النفسيه بتؤثر على الصحه الجسديه، ايه ده بجد؟ طبعا حدث ولا حرج. يعني شوف اقول لك على حاجه، احنا ما بنقول انا عندي ضغط نفسي، لكن بنبتدي نقولها امتى؟ لما نبتدي نتوجع جسديا. لما كل الناس بتقول لك انا عندي قولون عصبي بالمناسبه. يعني صحيح صحيح، قولون العصبي، قرحه المعده، بلاش ابسط شيء، بلاش ندخل في حاجات يعني تكون يعني جامده. مجرد ان انا اكون عندي ضربات قلبي سريعه، ضغط دمي مرتفع، ما هو ده بيجي من ايه؟ زي ما قلت افراز الهرمونات الكورتيزون والكورتيزول والادرينالين اللي مخليني على طول في حاله مهيبره من كتر ان انا حاسه ان في حاجه هتحصل دايما. فالقولون زي ما حضرتك تفضلت، التعرق، البلاك اوت. اللي يعني ايه البلاك اوت؟ ان هو حضرتك بتبقى عندك عدم القدره على التركيز، الاظلام والاغلاق. وكمان ايه، في حاجات ممكن بتعملها بصفه يوميه تيجي مره واحده تلاقيك ابيض مش عارف تعملها، اللي هو انا بعمل كل يوم الحاجه دي بس مش عارف اعملها ازاي. بقى ممكن اقعد قدام الكمبيوتر ما بقاش عارف الانبوت ده انا كنت بحطه ازاي، لان انا حصل لي البلاك اوت. او حاجه كمان بنسميها انه الشخص يكون حامل هم انه التاسكس اليوميه او المهام اليوميه اللي بيعملها يبقى حامل همها دايما. يعني تلاقي الام تقول لك انا بصحى من اليوم من اول اليوم ببقى حامله الهم الحاجات اللي عاملها، برغم ان هي حاجات كانت بتعملها حاجات عادي جدا قبل كده، بس من كتر الضغط العصبي اللي عليها والتراكمات النفسيه اصبحت ان هي بتحمل هم، او مش متخيله ازاي هتعمل الحاجه دي اللي هي المفروض بتعملها بصفه يوميه عادي جدا. خلاص حصل عندها البيرن اوت، الاحتراق النفسي، ان هي خلاص مش حسنه، غير قادره على اداء المهام اليوميه اللي بتعملها كل يوم. وطبعا الكلام ينطبق على الست والراجل يعني. طبعا لو هذا الموضوع شرحه يطول، وهنحتاج ان شاء الله يعني لمزيد بعد كده احنا نتكلم في هذه الموضوعات. الحقيقه حاجات مهمه تهم كل شخص عشان يمارس حياته بشكل كويس يعني. شكرا جزيلا ليكي نانسي صبيضة، أخصائية الإرشاد النفسي، شرفتيني وشكرا جزيلا ليكي.